المفاجأة الجديدة يا إيناس، مفاجأة جديدة من مفاجآتها هنتعرف عليها دلوقتي، إن أنت قررتي تعملي فيلم بدون نجوم أو نجمات كبار وأسماء كبيرة على الأفيش، وهتخوضي التجربة دي، وأنت اللي مؤلفة القصة؟ يعني يوميات مراهقة؟ مذكرات مراهقة. مذكرات مراهقة. يعني برضه هنشوف المراهقة. نجيب المراهقة. نشوف المراهقة، لأنها هي بتكتشف وجه جديد بقى، زي ما كان رمسيس نجيب بيكتشف لبنى عبد العزيز كده. فالنهارده ايناس دغيدي، يعني يا رب يا رب ان انا اعرف اكتشفها. يعني انت اكتشفتيها، عملتي امتحانات لبنات كتير، وبعدين اخترتيها، وبعدين بتعملي لها عمليه اعداد كامل. ده حقيقي، لانه هي بطله الفيلم. هل ممكن حد واحد يجيب حد ما بيعرفش يمثل ويعلمه التمثيل ويخليه يمثل؟ طبعا. ممكن. هي البنت عندها استعداد وحابه قوي ان هي تمثل، وانا هي جات لي من ضمن مجموعه بنات عاوزين يمثلوا. عملت لهم امتحان؟ عملت امتحان. طب نشوفها وبعدين نتكلم عليها. وسام، نشوف وسام او بوسي او زينه. او مش هنقول دي كلها اسماء جديده. انزل يا جميل على الساحه، هتنزلي على ساحه الوسط الفني ان شاء الله. طب بتتكسف يا ناس، هتمثل ازاي؟ لا بس دلوقتي عشان لسه اول مره على المسرح. اول مره على المسرح، واول مره تتقدم على شاشه تلفزيون عربي. من ضمن الحاجات اللي انا اخذتها، ان لما جيت كان في 30 بنت امتحنتهم، فهي مثلا كانت ال 20، فقالت لي على فكره هتشوفي كل البنات يا مدام ايناس وهتاخذيني انا. فقلت لها اشمعنى؟ قالت لي هتشوفي. يعني انا الكلمه دي بصراحه اول مره اقول لها، انه انا عجبني فيها شجاعتها وتصميمها، ان هي اللي هتعجبني. المهم ان انا شفت فعلا البنات كلهم، واخترتها في الاخر انها تكون هي النجمه الجديده اللي يمكن تنفع. يعني قالها جامد. مراهقة. شكلها كده من الاول كده، يعني لما دخلت نزلت على ساحة ما شفناش حاجة. عسل كده. اسمع سافة كبيرة. استنوا بس، شفتوا شو وسام؟ احنا قلنا لك انزل يا جميل على الساحة في الوسط الفني، هتعملي ايه في الوسط الفني؟ هتبقي نجمه كبيره كده هتكسري الدنيا؟ اسمع صوتك، اسمع صوتك عالي بقى، انا مش سامعه صوت الضيوف خالص. يا باشمهندس ماجد، عايزاها تقولي كده هكسر الدنيا. اسمعها، ناويه تكسري الدنيا؟ هدغدغها كمان. تدغدغيها؟ هدغدغها كمان مع ايناس الدغدغي. اسمك ايه بقى؟ اسمي وسام رضا. واسمك الفني اخترته لك؟ المفروض زينه ان شاء الله. زينه؟ انا سمعت اخبار تاني. ايه؟ احنا اخترنا الزينه، نسمع الجمهور. احنا قلنا الزينه. طب استنوا، شاركوا بقى في اختيار اسم وسام. قلنا زينه، وانا قلت اسم قديم قوي وحباه، وهي مش حباه، اسم قوط القلوب. قوط القلوب. انتوا مش عاجبين. بطل يا فتحي، انت بطل تدينا رايك، لان مالكش اي راي في البرنامج ده، بوظت لي الحلقه. يا رأفة، هروحك يا رأفة. انت هنا عشان تفرحنا. وقلنا نور. نور؟ نور بس. نور أوكي. بس قلنا في نور الشريف. لا، قلنا في نور الشريف. شروق؟ ما في حد اسمه شروق. في حد اسمه شروق. يعني احنا لسه بندور لها على اسم. بس زينة زينة زينة. وريني زينة زينة. والله زينة. ايوه زينة. ايه فرقة؟ صعب. شفتي؟ اكدوا الاسم. قولي. امال فاتح فالح بس. نين نين